ذكرنا في الحلقة السابقة أو تحدثنا عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام في بداية سورة الحجرات، وهناك حقوق كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام كطاعته ومحبته، وهذه منها، هذه من أشد الحقوق، أنه ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم، يعني كما تجهر لصاحبك حتى لا يحبط عملك، هذا حق كبير، يعني بمعنى تحذير كبير، فيه مكانة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود منها، ليس الهدف منها أنه فقط يعني لها أسرار أخرى غير إعطاء النبي ما يستحق من التكريم والإجلال والاتباع والمحبة، لها مقصد في ترويض هذه النفس الإنسانية المعقدة، ترويضها حتى لا تتكبر وحتى تتأنى وتأخذ وتحترم النبي وتجله وتحبه وتحسن السمع، حتى السمع ذم الله من لم يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، من لم يحسن السمع، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا خطأ أيضا، جعل شر من يدب على الأرض الذي بجانبه نبي يتحدث النبي وهو يأخذها باستخفاف، يأخذ أقوال النبي باستخفاف، يقول سمعت، أي نعم نعم سمعت، سمعت ماذا قال، ما يستشعر حتى معنى الإيمان بالله واليوم الآخر، ليس معناها الاعتراف، الله غني عن الاعتراف، استشعر. ولذلك الذين يعترفون بالله واليوم الآخر اليوم قد تجده من أكثر الناس فتكا وقتلا وبغضاء وعداوة. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يظنون أن الاعتراف بالله واليوم الآخر وبالنبي يكفي. الإيمان ليس معناها الاعتراف، الإيمان استشعار، أن ينزل معنى الإيمان التصديق بالله، ينزل تستحضره دائما واليوم الآخر، الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالمبادئ، بالأوامر الإلهية، اجتناب المحرمات الإلهية، لابد أن تستشعرها. طبعا ما ليس كل الناس مع بالتأكيد، يعني ليس الناس معصومين، ولكن أنت تستطيع أن تقيس نفسك بالتقوى، لأن الله يتقبل من المتقين. يعني إذا لم تكن إذا كنت كافا للاعتداء المعرفي والسلوكي فأنت إلى خير، فأنت إلى خير، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال من العابدين، انتبه، العبادة وسيلة إلى التقوى، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأمم كلها، كل مخلوق من ذكر وأنثى، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه آية عالمية، وأنا كتبت مرة عن عالمية القرآن التي دفنها المسلمون وتعنصروا بالقرآن كأنه لهم والنبي لهم والله لهم والباقي لا، لا، الله ما قال هكذا، الله قال وصف نفسه بأنه رب العالمين، والقرآن ذكر للعالمين والنبي رحمة للعالمين. فلذلك قد يكون هناك متقي غير مسلم أكثر من مسلم يصلي النهار ويقوم الليل، لأن العبادة لابد أن يعرف أن هدفها التقوى. على كل حال هذه موضوعات أحيانا للأسف يعني لا جيدة، أحيانا ندخلها في السيرة وهي من أساسيات رسالة النبي، يعني ما في أمر يخرج عن السيرة، يعني حتى لو تحدثت عنه ده، ولكن كما قلنا ما أمكن، نحاول أن نأخذ السيرة الظاهرة. على كل حال